السلام عليكم إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد. في مقطعنا هذا إن شاء الله سوف أشارككم جميع التفاصيل. يوم الخميس إن شاء الله سوف نتحدث عن جميع تسريبات هذا اليوم الأسطوري، سوف نتحدث عن الباكجات والأحداث وكذلك الهدايا ممكن نزولها يوم الخميس بإذن الله. لذلك قبل البدء في الإطلاع على تفاصيل هذا المقطع، أتمنى أي واحد شاهد المقطع أساطير أن يشترك في القناة، وذلك تشجيعا لأساطير للمزيد من الفيديوهات. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد متعلق بلعبة اي فوتبول 2023. والآن يا أساطير سوف ننتقل إلى الأحداث التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الخميس بإذن الله. أول حدث وهو ناسيونال تيم، من خلالها نحصل على لفة مجانية في باكج نجوم الأسبوع الجديد سوف يكون حاضر معنا. أما بالنسبة للحدث الثاني، من خلاله نحصل على 50 كوينز بعد يعني إتمام المهمة داخل هذا الحدث، وهي الحصول على نقطة ثم نقطة ثم 3 نقاط، بعدها مباشرة سوف نحصل على 50 كوينز. نفس الشيء للحدث الثالث، من خلاله نحصل على 50 كوينز. أما بالنسبة للحدث الرابع كذلك سوف يكون حاضر معنا، من خلاله نحصل على بطاقة ترقية اللاعبين. أما الآن يا أساطير سوف ننتقل إلى باكجات الإيبيك المحتمل نزولها بإذن الله يوم الخميس. هناك ملاحظة يا أساطير، إذا كان حاضر معنا باكج الإيبيك يوم الخميس، لأن يعني باكجات الإيبيك داخل اللعبة تبقى لها 6 أيام، من الممكن أن تكون حاضرة معنا يوم السبت أو يوم الخميس. في حالة كانت حاضرة معنا يوم الخميس، فالباكج الأول المحتمل نزوله بنسبة كبيرة هو باكج منتخب إيطاليا كما ترون، وعلى قائمته نجد بيرلو الليفل الأول الخاص به 83. أما بالنسبة لكانافارو 86 ثم طوتي 84. بعد تطوير بيرلو سوف يصبح 95، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 98. كانافارو بنسخة أسطورية، مدافع قوي أساطير، بعد تطويره سوف يصبح 97، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 100. أما بالنسبة لطوتي بعد تطويره سوف يصبح 96، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 99. كذلك أساطير من الممكن نزول باكج منتخب البرازيل بنسبة كبيرة أساطير، وعلى قائمة هذا الباكج زيكو وكاكا وروبرتو كارلوس. أما بالنسبة لتفاصيل هؤلاء اللاعبين، أول لاعب موجود معنا هو زيكو الليفل الأول الخاص به سوف يكون 87، بعد تطويره سوف يصبح 97، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 100. كاكا أسطورة الملايين إن شاء الله 83 الليفل الأول، أما بالنسبة بعد تطويره سوف يصبح 96، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 99. أما بالنسبة للقطار السريع روبرتو كارلوس الليفل الأول الخاص به سوف يكون 83، بعد تطويره سوف يصبح 95، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 98. أما بالنسبة أساطير لباكج نجوم الأسبوع المحتمل نزله بنسبة كبيرة هو هذا الباكج الذي أمامكم يا أساطير، وعلى قائمته أو من أقوى لاعبيه كما ترون مارك بليفل يصل إلى 93، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 96. أما بالنسبة لمحرز 94، والليفل ماكس الخاص به سوف يكون 97. أودغارد بليفل بعد تطويره سوف يصبح 94، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 97. كذلك لآخر لاعب أو أقوى لاعب هذا الباكج هو برونو فرنانديز بليفل 94، وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 97. الباكج الثاني الخاص بباكج نجوم الأسبوع المحتمل نزوله كذلك بنسبة كبيرة إن شاء الله هو هذا الباكج الذي أمامكم، وعلى قائمته أو من أقوى لاعبيه سوف أذكر دوكلاس لويز بليفل يصل إلى 95 بعد تناسق الفريق، تاريمي بليفل يصل إلى 95 بعد تناسق الفريق، ثم باو توريس بليفل يصل إلى 97 بعد تناسق الفريق سوف يكون مدافع أسطوري إن شاء الله، أودغارد بعد تناسق الفريق سوف يصبح 97 بنسخة أسطورية لهذا اللاعب الأسطوري. أما بالنسبة لنجم هذا الباكج أو أقوى لاعب هذا الباكج هو كريم بنزيما بليفل يصل إلى 99 بعد تناسق الفريق. هذه هي كل تفاصيل يوم الخميس المقبل إن شاء الله، أتمنى أن تكون تسريباتي في المتناول أساطير، ولا تنسوا تشجيعنا بلايك والإشتراك في القناة، وصلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.